وين ربعي؟ وين اخواني؟ انا كنت شخص طيب، انا كنت شخص طيب، ولا قدروني ولا اهتموا، ولكن انا تحولت الى شخص ثاني وصرت زومبي. انتم راضين علي كذا؟ انا ما راضي على نفسي، ما راضي على نفسي، ولكن اللي مريحني اني عندي التنين. شوف الخماط، شوف شوف، خصم 5% الضريبة علينا، شامل التوصيل، أنواع الخامات، عندك أخو تهديه خامة حلوة، اهده واجبر بخاطر أخوك المسكين اللي ظلموه أخوياه، ظلموه ولا قدروه، يعني حتى لو يشنقوني فيها ما مت الحمد لله. ولكن شوفوا 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 الخامات، شوف والله أنها خامة طيبة وخامة على كيف كيفكم، ولكن حاب أقول إن اللي ما يقدرك إيش تسوي فيه؟ ترجع تموت ثاني مرة، والحمد لله إني عندي التميمي أقدر أتغطى ويكفيني التميمي زين.